في قصر المهاجرين يعيش رجل لا يدري ماذا يجري من حوله. هذا هو الانطباع الذي يخرج به كل قارئ لما ينقل في الصحف عن زوار رئيس النظام السوري بشار الأسد. الزوار يقولون إن البسمة لا تفارق وجه الأسد، والسؤال: رئيس تغرق بلاده بالدماء. الزوار يقولون إن الأسد مرتاح ومطمئن، والسؤال هنا: ما الذي يمكن أن يدعو إلى الراحة والاطمئنان في سوريا؟ تقييم الأسد أن الوضع اليوم فوق الممتاز. هنا لا سؤال، إنما فقط علامة تعجب. أنا رأيي أن الأسد مش مرتاح أبدا، لا داعش وماعش وهذه دولة العراق والشام المجوسية، ومن نتنياهو أنه لا يحب أن تتوقف الحرب في سوريا. كل هؤلاء الناس مزعوجين، وجماعة الأسد مزعوجين أكثر شيء، ولذلك الأسد عم يعمل أعمال عنيفة حتى أفظع من الكيماوي الآن. هذه حرب نفسية ليقولوا أن النظام مستمر إلى الأبد. ما دام مستمر إلى الأبد، طيب إذن لماذا هذا التأكيد كل الوقت ودفع بشار الأسد إلى الابتسام والضحك وزكزكة فلان وعلان؟ بشار الأسد لو ضحك حتى يوم غد ليس له مستقبل. أمين عام حزب الله حسن نصر الله هو سيد الوفاء، هكذا يصف الأسد رفيق السلاح، وهو يبدو كمن يرد التحية بأحسن منها. أما مدحه لحسن نصر الله، طبعا لازم يمدح حسن نصر الله، يعني هو سبب استمراره، ولكن الذي رأى حسن نصر الله في مقابلته ليس مطمئنا. هو بين سليماني وروحاني. سليماني تاع الحرس الثوري والقتل والضرب، عملوا معه مقابلة عن عظمته، كم قتل من آلاف الناس العرب. فهو بين هؤلاء الناس الذين قادوا حملات الإيرانية في الخارج، ومنها حزب الله في السنوات الأخيرة، وبين الخطاب اللطيف الجديد لروحاني. وتمر الأيام على ثورة شعب أراد إزاحة نظام ارتكب مجازر لا تعد ولا تحصى ودمر كل شيء، وعلى رئيس يعيش في عالم آخر.